بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. برشلونه بيكسب ريال بيتيس 5-2. برشلونه متالق ميسي بالراجل يقدر يعمل تمويهه عالميه جدا، الناس فرحت بيها اكتر من الهدف بتاع انطوان جريزمان، وكمان يقدر ان هو يجيب ضربه جزاء ويقدر كمان ان هو يسجل من كره متحركه. اخيرا عدا الامبراطور ليو، بس ده كلام مفارق مع احترامي ليك، لان لو دورت في المباراه هتلاقي ان رونالدو كومان كان عنده رساله واضحه لميسي قبل المباراه: الفرقه تقدر تلعب من غيرك، والفرقه حاسس ديك توافع ان انت هنكمل وهناخد بطولات، وكمل معانا، وجودك هيكون مفيد جدا للمنظومه، وكمان عدم وجودك هيحسسك ان في لعيبه قد شيل المسؤوليه في غيابك. ميسي كان قاعد بيتفرج على الشوط الاول وهو قاعد دايما بيسال نفسه سؤال: هل فعلا اللعيبه دي قادره ان هي تاخدني للبطولات وتتويج في دوري ابطال اوروبا السنه دي؟ هل فعلا قادرين ان احنا ناخد الدوري السنه دي؟ هل قادرين نخلص الكاس الملكي السنه دي؟ طب ايدينا بالنسبه لنا رايحه فين؟ كل ده كلام كان ميسي بيفكر فيه في 45 دقيقه، والناحيه الثانيه كان كومان بيفكر برضو ان انا فريقي قادر على ان انا اجيب 3 نقط من قلب الكامب نو وانا بلعب من غير ميسي، خصوصا كمان عندي بيدري عامل اداء كويس كصانع العاب، عندي عثمان ديمبلي بيعرف يلعب شمال ويمين، عندي كمان انطوان جريزمان واحد نفسه يلعب مهاجم صريح او نفسه كمان في عدم وجود ميسي، عندي انسو فاتي ولد ممتاز جدا، الفرقه هتكون قادره ان هي تجيب الثلاث نقط قدام ريال بيتيس. لما المباراه تبدا بتكتشف برضو برشلونه لسه عنده نفس المشاكل التكتيكيه، هي لسه عنده الضعف اللي موجود ناحيه اليمين، لسه عنده عدم وجود رؤيه في غياب ليونيل ميسي في الشق الهجومي. برشلونه تقدم وقدر ان هو يحجز الهدف الاول عن طريق عثمان ديمبلي بدري، بس كالعاده الفرقه ريحت لحد ما جانا ضربة الجزاء وقررنا ان احنا ندي الثقة لانطوان جريزمان، خش شوط بقى وهات جون عشان خلاص تقدر ترجع الثقة لنفسك. كلاوديو برافو بيطلعها منه، وتقدر ان انت تقدر تقول كده انك خسرت انطوان جريزمان لحد نهاية الشوط. الفترة اللي كومان فكر فيها ان انا هخلي بريس وايت يسخن عشان ممكن انزله عشان خلاص جريزمان وقف بعد ضربة الجزاء، فجأة تلاقي انسو فاتي ماسك رجليه، فجأة تلاقي ان الكرة الوحيدة راحت عليك بيتم احراز هدف عن طريق البتيس، تقعد تقول يا لهوي يا مستهوي، طب كده هنعمل ايه؟ الشوط الثاني بيبدأ تقرر ان ميسي نزل وبيظبط شوط الكابتنة، الدنيا بالنسبة لنا بقت مظبوطة نوعا ما، القائد جوه الملعب، بس الرسالة بتاعت رونالدو كومان لميسي ما يقدرش يقولها له ثاني، هو الراجل احتاجه بعد إصابة انسو فاتي، بس ميسي برضه عمل حته دي تفويته لانطوان جريزمان حكايه، جريزمان بيقدر ان هو يجيب الهدف ويرجع له الثقه، وبعد كده ضربه الجزاء اللي بتطرد فيها عيسى مندي بيقدر ميسي ان هو يحرز الهدف الثالث منها وبيخلص المباراه كلينيكيا. بس كالعاده عندنا برشلونه بيلعبوا 10 بيلعبوا 9، اسهل حاجه تروح لمرمى تشتكي، برشلونه بيلبس الهدف الثاني وميسي بيقدر ان هو يجيب الهدف الرابع وناخد استراحه كده شويه، صراحة محارب لحد ما بدري ما يجيب الهدف الخامس ونخلص المباراه. اقول لك ان برشلونه استعاد الثقه وميسي عادل المزاج بتاعه، ابقى انا راجل كذاب بصراحه. هو ميسي باين ان كل مباراه عن مباراه الرحيل بيقترب، ميسي الموضوع بالنسبه له بقى واضح جدا، الفريق الحالي بالتركيبه الحاليه صعب ان احنا نروح لبعيد في دوري ابطال، صعب ان احنا نروح لتتويج بدوري، كل حاجه بالنسبه لبرشلونه السنه دي مش مفهومه. كومان مظلوم انه معهوش فلود، كومان مظلوم انه معهوش اثنين مساكين، بس مش هنفضل نعتمد على بابا كتير، يعني مش هنفضل نعتمد على ميسي كتير، ميسي مش موجود جوه الملعب، اللعيبه اللي كانت بتتالق دي كانت رايحه فين؟ ولا هو ميسي وجوده في الملعب بيخلي اي لاعب يعمل اي حاجه وكده كده ميسي اللي يلبس الليله؟ المشكله في برشلونه كده ان انت هتقول تفكير ايجابي واللي بيحصل ده حاجه كويسه، احنا بنكسب ريال بيتيس فريق قوي وتعادل مع ريال مدريد في بدايه الدوري، ايه يا عم في ايه؟ الدنيا بالنسبه لنا سالكه، لا ما هو مش سالكه قوي كده، ما احنا الفريق مش مستقر، كسبنا النهارده برجع ممكن نتعادل عادي، مباراه في دوري الابطال اللي بعد كده ممكن نتغلب عادي، الدنيا بالنسبه لنا مش مستقره. بعد الرئيس ما رحل الناس كلها بدات تفكر ان يا جماعه اللعيبه هتشيل المسؤوليه، لما بندور على اللعيبه بتشيل المسؤوليه بنلاقي ان في قائد ما عندوش حماس للبقاء، بيشوف ان اللعيبه الكبار بالنسبه لنا بوسكيتس بيبطل بس المدربين مش قادرين يقعدوه، بيكي بيلوش بس الدنيا بالنسبه له اوقات بتكون مظبوطه عن كلمه الانجلي، بنشوف سيرجيو روبرتو لسه بيحنكش ناحيه اليمين، حاجات كتير قوي مش مفهومه داخل منظومه برشلونه. طب المدرب اللي كان مقتنع على المباراه اللي فاتت بديس، ليه المباراه دي غيره وقرر ان هو يلعب قدام مدرب زي مانويل بلاجريني اكيد هيلعب ناحيه اليمين بتاع برشلونه، قرر ان هو يلعب بسيرجيو روبرتو؟ ما هي ثبت التشكيله يا تفضل كل مباراه تغير تغيير وهنشوف الدنيا بالنسبه لنا رايحه فين، انما انك تحاول تثبت ان انا هريح ميسي عشان بدنيا مش جاهز والكلام ده وان انا بريحه علشان خاطر ما كانش ليه مزاج يلعب المباراه اللي فاتت وهحسسه الفرقه تكسب من غيرك، ادي ما عرفتش تكسب من غيره، اقنعه بقى ان هو يكمل. انا عارف انك هتقول ان انت مش متفائل، بس والله العظيم يا حبيبي هي دي الصوره الواضحه، واضحه ان الفرقه عاجزه من غير ميسي، واضحه ان الفرقه مش شايفه قدامها من غير ميسي، حتى انت بتلعب فرقه ريال بيتيس جوه الملعب مش فرقه قويه، بس انت عندك مشكله في الاختراقات، عندك مشكله عثمان ديمبلي لعب كوره كويسه واحده ثانيه سيئه، انت خايف الكوره اللي هتصفي امتى؟ انسو فاتي انت قاعد على اعصابك تقول يا رب استر الواد ما يجيلوش حاجه عشان خاطر ما عندناش غيره، جريزمان انت عمال تسال نفسك الراجل ده بياخد فرص لحد دلوقتي ليه؟ لحد دلوقتي حتى لما تيجي ضربه جزاء بيشوطها هو وبيضيعها، ومع ذلك التغيير الاضطرار ده اعتقد ان هو كان هيطلع وكان هينزل مكانه بريس وايت،
هتقول لي مباراه على تذكره جريزمان، احنا كدابين يابا، احنا هنزيد على مباراه جريزمان جاب فيها جون وجون فاضي، مش للدرجات يا عم الحاج. انا عارف ان الفوز بدوري ريال بيتيس بخماسيه ما كانتش بتيجي من زمان، بس حاجه كويسه ان احنا نكسب خمسه، بس مش كويسه قوي يعني، عشان خاطر زي ما قلت لك بابا مش هيفضل معانا كتير، فلما بابا يمشي الدنيا بالنسبه لنا ما حدش هيكون عارف يرايحها فين، ولحد بابا ما يمشي بقى مش نفس الحاجه اللي عملت رايك، هي الدنيا بالنسبه لنا برشلونه رايحه لطريق ما يعلم به الا ربنا، بس احنا معاهم في نفس الطريق والله مكملين، هم لو مشوا برضه مكملين، احنا بنشجع النادي مش بنشجع لعيبه يابا.